السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني خلال هذا الصباح بغيت غير نتقاسم معكم بعض الأمور فيما يخص هذا الإضراب اللي تيدعوا ليه اليوم، اللي داعيين ليه اليوم، وهذا الوقفة اللي غادي تكون والاحتجاجات اللي غادي تكون في الرباط. نتمنى فعلا الانفراج بالنسبة للإخوان الموقوفين، ولكن لا نبغي توريط المزيد من الأساتذة والأستاذات. إذا بعض الإخوان طلبوا مني باش نقول الرأي ديالي في هذا الموضوع. إذا باش نكون واضحين، هما الإضراب العام ليس من صالحي وليس من خصائصيات التنسيقية، باش نكون واضحين. فأي إضراب عام تدعو ليه التنسيقيات، فأظن أن الإدارة ممكن دير كيف ذاك الغياب كغياب جماعي، وممكن يعني تاخذ اي قرار من القرارات، خصوصا بالنسبه للاساتذه اللي تيكون عندهم شي حزازيات او شيء مع الاداره، فردوا بالكم. ناهيك ان الاغلبيه اللي كانوا البعض منهم تخرجوا هما اللي تيدعوا الوقفات، ومثلا ومن كان تيقول لهم عدم مسك النقاط والهم الكحال الى اخره، وكاينين اللي وقت الاضراب تيديروا شواهد مدرسيه تحت الدرس. اذا كل واحد يحدي اسواره، اللي ما شاركش يمشي يدخل خدمته ويشد فيها ويكمش فيها بسنيه وبرجليه وبيديه، لانه راه ما كاينش مع من. إذن راهو ما خرجوا كانوا وتينبوا، تيقول لك ان يمكن تساندهم وتعاونهم وتضامن معهم الى اخره في شي الا كانوا عندهم شي اعتصام الى اخره، في اوقات اللي ما تيكونش عندك العمل، خارج اوقات العمل، خارج اوقات العمل. إذن من بعد غادي ندير معكم واحد المباشر، يعني بغيت ندير معكم هذا بعجاله لأن الوقت لا يسمح، وغادي ندير معكم واحد المباشر ونتطرق إلى أمور أخرى، خصوصا بالنسبة لهذوك اللي باقين تيقول لك ضحايا لي فالسي، في ضحايا الهم الكحل اللي قلنا لكم راه غادي يمشوا ويجمعوا الفترات والحديات والربعيات، وغادي يجوا وغادي يتوجهوا لهذيك المقرات اللي مالفين تعيطوا عليهم وتيقولوا لهم اجوا تعاونونا وسيروا جيبوا لنا شكون دوك اللي قال لك راه تقاعدوا ما داو والو. هما اصلا ما داو والو وما عمرهم كانوا تدافعوا عليهم نهائيا، خصوصا ضحايا ما قبل 2012 ما عمرهم كان تدافع عليهم شي واحد نهائيا، باستثناء النقابه اللي في روسكم فقط. اذا هاد اللي باقين خارجين وتيتنطوا عندهم غير مشاكل، يعني وجهات نظر مع الحكومة، خلافات إلى آخره، نطرقوا لها في مباشر. بمجرد غادي تتوقع غيدور 120 ما غادي يعقلوش عليك، تنعرفوهم دو بري منذ الزمان. أما جاوج عيشورة اللي كانوا ناعسين وكانوا مسافرين وجايين قال لك باغيين ياكلوا الشوك بفم الآخرين، فغاد راه شاط لكم غش، شاط لكم مشاط العيادة. سيدي قاداد، سيدي قاداد والوسادة، الدقداقي والوسادة هو اللي شاط لكم. من بعد اللي غادي نوضح لكم الواضحات ونسفح معكم التسفيحات، تريك نمي دور 120 ما كاينش معاه من